أنا مشاركتي النهاردة هي تعبير عن رؤيتي لأهمية الالتفاف حول الأزهر لمواجهة هذا الفكر المنحرف. وجود تجمع لعلماء بهذا الزخم، بهذا العدد الرهيب من كل العالم الإسلامي، علماء دين مسلم وعلماء دين مسيحي، هي رسالة قوية جدا إن احنا مجتمعين من أجل وحدة فكر ووحدة روح ووحدة رؤية لحماية شبابنا من هذا التطرف وهذا العنف. أنا أعتقد إن دي نقطة جيدة جدا وإيجابية جدا بيقوم بها الأزهر النهاردة، هتدفعنا كلنا للأمام. محتاجين فكر قوي عميق، وأعتقد إن دي نقطة بداية قوية جدا. أنت تحتاج الذراع الأمني وتحتاج الذراع الفكري، وتحتاج إن الاتنين يجتمعوا مع بعض ويتكاملوا مع بعض، وأعتقد إن ده شيء مهم ينتج بعد هذا المؤتمر. الإعلام لابد أنه هو ما يكونش هدفه هو الإثارة فقط، ولكن هدفه مساعدة الشباب، ويحط دي رسالة ليه، مساعدة الشباب لحمايتهم من الأفكار المنحرفة.